تكلمنا عن رياضه مستمر، وهنتكلم تحديدا عن الاهلي اللي بينهي الاستعدادات النهائيه لبطوله السوبر الافريقي يوم الجمعه اللي جايه في ظل الانباء على اتمام التعاقد مع المهاجم الجديد، وبيتزامن ده مع استعداد المنتخب للماتش الودي مع تونس بمشاركه محمد صلاح. يعني خلونا نتكلم على تفاصيل اكثر للسوبر الافريقي وصفقه ايضا الاهلي مع المهاجم الجديد ومباراه المنتخب الوديه مع الناقد الرياضي ضيفنا الكريم في الاستوديو الاستاذ مصطفى صابر. اهلا بك يا استاذ مصطفى. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. في البدايه يمكن الاهلي الحقيقه قدر ان هو ينهي ويحسم صفقة مهمة جدا، فكرة وجود مهاجم زي مودست، واحد من أهم المهاجمين خلال الخمس سنين اللي فاتوا، طبعا كان بيلعب في بروسيا دورتموند، صفقة قوية في ظل طبعا كان الأهلي كمان محتاج لمهاجم في فترة من الفترات، كان دايما يمكن الشكوى الأكبر أنه محتاج الأهلي محتاج مهاجم. ده حقيقي فعلا، صفقة مودست هتضيف كتير للنادي الأهلي حقيقي. ده كولر دايما كان في كل المؤتمرات كان بيطلع بيقول انا دايما محتاج مهاجم، رغم ان انا بفوز بكل البطولات بس انا الخطه بتاعتي مبنيه على لعب ان انا عايز لاعب صندوق، فبالتالي مودست اضافه كبيره جدا. لعب في الدوري الالماني، لعب في بروسيا دورتموند، كان من هدافين الدوري الالماني، كان بينافس ليفاندوفسكي في يوم من الايام وهالاند، وقدر ان هو بس ليفاندوفسكي حسم الهداف فرق عنه باربع اهداف بس، رغم انه كان بيلعب في فريق برضه ساعتها كولين مش بنفس الاسلحه اللي كانت في دورتموند او في بايرن، قدر ينافس لاعب اوروبي فرنسي بكواليتي معين. الكواليتي ده اول مره يدخل عندنا الدوري المصري غير مالوده قبل كده مع وادي دجله، فده هيضيف كتير للدوري نفسه ويعتبر تسويق للدوري، يعني على الاقل ليه جمهور هناك من فرنسا هيتابعوا الدوري الفرنسي المصري. عشان مودست هو لاعب بمواصفات اوروبيه حقيقي. ده حقيقي، والناس اللي بتتكلم على السن هو 35 سنة. بس ده ما يعيبوش، يعني معلش هو انا مش هتاجر فيه، انا مش جايبه الموسم اللي فات او اللي قبليه تحديدا كان جايب 22 هدف اللي قبل اللي فات كان جايب، لا جاب 20، فهو الموسم اللي بقول لحضرتك كلهم اهداف راسيه اللي هو لا يعني مش كلهم، جاب 10 منهم و10 منهم راسيه فعلا، وده اللي محتاجه كولر. كولر هو من ضمن مميزاته انه ما بيطلعش من بره الصندوق، هو بيفضل طول الماتش في الصندوق على طول، وده يمكن من الاسباب اللي بيخليه يقع في الاوفسايد كتير يعني، بس ده ما يعيبوش برضه ان هو كده كده في الاخر مهاجم، وهو ده المواصفات المطابقه اللي عايزها كولر. كولر لما اترشح له اللاعب قال هو ده اللي انا عايزه، فاتقال له ان السن ده خمس، قال لا هو المستوى البدني بتاعه والفني عاجبني. السن رقم بالظبط، اصل هو هيجي موسم زائد موسم كمان، لو ما قدمش المردود بتاعه انا ممكن انهي التعاقد بتاعه. دي شروط الصفقة، دي من ضمن شروط العقد. طيب واحنا بنتكلم ايضا من ضمن الصفقات هو كمان المغربي رضا سليم، ودي كمان صفقه من الصفقات المهمه برضو. حقيقي جدا، صفقه كبيره جدا وبيمتلك مميزات حلوه جدا بصراحه، اللاعب ممتاز، هو ده الكواليتي اللي بيدور عليه النادي الاهلي اصلا عشان يفضل مسيطر دائما على في البطولات القاريه اللي بينافس فيها. الاهلي حاليا بيحاول بكل الطرق ان هو ينافس على كاس العالم انديه، دي البطوله الوحيده اللي ما دخلتش الا بالنادي الاهلي، ودي اللي جماهيره بيطالبوا بيها. كولر حتى انا سالته في مره في المؤتمر بقول له ايه اللي ممكن ينقص الاهلي عشان ياخد البطوله الوحيده اللي ناقصه له هي كاس العالم للانديه، فضحك كده ببساطه وقال لي انا محتاج مهاجم بس، والمهاجم طيب المهاجم بالنسبه للمهاجم بنسبه كبيره النهارده وبكره يكون تم الاعلان عنه، وساعتها ان شاء الله الاهلي يقدر. انا عاوز اقف هنا ثواني جمانة على نقطه مهمه، يمكن تصريحات مودست نفسه قال لك لن اشعر بالخجل اذا اضطررت للعب في مستوى اقل. هو الحقيقه هل هو نوع من انواع المشاغبه ولفت الانظار؟ لا، ولا شايف التصريح ده ازاي؟ التصريح غير صحيح. الصحيفه اللي عملت معاه اللقاء، هو اللقاء من قبل مفاوضات الاهلي اصلا، يعني هو كان اصلا عقده انتهى مع دورتموند كان موسم واحد، وبعد كده عملوا معاه لقاء فقال، وهو طبعا ما كانش في حد بيفاوضه ساعتها، قال انا ما عنديش مشكله ان العب في مستوى اقل قبل ما الاهلي يفاوضه. مش مقصود بيه الاهلي، مش مقصود بالدوري المصري تماما. نعم. فبعد كده الصحيفه نشرته بعد مفاوضات الاهلي، فتم الاعتقاد ان هو ده السبب. لكن لا، هو الموضوع وغير كده، ما هو الدوري الالماني من افضل خمس دوريات في اوروبا يعني، دي حقيقه. بس احنا من تاني انديه في ده حقيقه، هو بس هو ما يقصدش الاهلي تماما. نعم. بيتكلم على المستوى والاجواء اللي هيلعب فيها. صحيح. يعني هو في الاخر هو موجود في الاهلي، فيعني فايا كان اللي كان يقصده مش هو ما خدش بطوله في حياته، فهيجي ياخد في النادي الاهلي اكيد هياخد بطولات يعني. اكيد هو هيكون يعني يمكن الحقيقه برضو احنا بنتكلم عن النادي الاهلي، هو احنا بنقول من انجح الانديه لانه بنشوف مؤسسه. فحتى مودست مهم طبعا جدا للنادي الاهلي، لكن هو مش السبب الرئيسي ان النادي الاهلي يحصد بطولات هامه، لان احنا بنشوف النادي الاهلي أكيد. ما شاء الله يعني أكيد.
بس في نفس الوقت عشان نشوف النادي الأهلي في المكانة دي، هو زي ما بيطلق عليه مؤسسة في خطة بيمشي عليها أيا كان مين الشخص اللي موجود. ده حقيقي. فكرة وجود مودست وتحقيق رغبة مارسيل كولر، ده معناه أنت شايف أن الأهلي ماشي بخطة ثابتة نحو خطة خلينا نقول على الأقل الثلاث سنين اللي جايين، يعني مش هنتابع بقى اهتزازات في الأداء زي ما كان بيحصل، مش هنتابع صعود وهبوط مفاجئ بالنسبة لنا. الحقيقه لاول مره تشوف ماركاتو قوي جدا للنادي الاهلي، يعني صفقه امام عاشور برضو احنا نسينا، امام عاشور على مستوى نص الملعب هو من افضل لعيبه في مصر في وسط الملعب، رضا سليم برضو في نفس الاهلي لاول مره يكون عنده بدل اللاعب اثنين وثلاثه في كل مركز، حتى مركز المهاجم اللي كان عامل صداع في الاداره كلها وفي النادي الاهلي خلاص بنسبه كبيره، وجابوا مهاجم انا مش محتاج اختبره ومش محتاج ان انا اقيمه، انا جايب لاعب بكواليتي معين بكواليتي كبير جدا يعني من هدافين الدوري الالماني، فجاي يلعبه عندي في الدوري المصري، فطبيعي ان هو يتالق من اول دقيقه يلعب فيها، من اول مشاركه انه يسجل، مش هيكون جديد جدا، والاهلي متعود على ده. صحيح. الاهلي دايما متعود ان هو يجيب لعيبه كبيره غير العائدين من الاعاره والعائدين ايضا من الاصابه. ده حقيقه. كريم نيدفيد رجع صحيح، وصلاح محسن، ده كله اضافات كتير للنادي الاهلي مخليه داخل الموسم بصراحه اقوى ماركاتو جدا في الدوري المصري الفتره دي. بس برضو احنا محتاجين اعتقد مساك في ظل الاصابات الكتيره الموجوده وبديل لمعلول، وعلى جانب اخر اعتقد فكره كمان التكافؤ او السينكرونايزيشن او التعامل بين اللعيبه ده محتاج، حتى لو هنتكلم تحديدا حتى على مودست لازم يبقى فيه تعامل في الحته دي، او خلينا نقول يبقى في ماتشات او مباريات كتير بينهم عشان يقدر يفهموا لعب بعض. ده اكيد طبعا، وده اللي حصل في فتره الاعداد، يعني فتره الاعداد لما سافروا النمسا النادي الاهلي عملوا لعبوا ماتش وحيد بس التمرينات هناك كان في فنيات جديده اضافت ليهم، كان في تمرينات جديده. بالنسبه لمودس ده لاعب هو يعتبر اجدد، هيكون اجدد لاعب في الاهلي، فده مع الماتشات مش هينفع ان انا من اول مره ادخله في المنظومه طبعا. كلها لازم يبقى واحده واحده، لازم على الاقل يعرف ثقافه الناس والبلد اللي هو يعيش فيها، ان هو بالنسبه له ده حاجه جديده جدا. هو يمكن كان ليه تجربه انه احضر في الدوري الصيني ما تاقلمش برضه ورجع تاني بسرعه. صحيح. بس التأقلم ده مش بمزاجه يعني، مش شرط ان هو يجي يكسر الدنيا برضه، ان احنا لسه ما نعرفش. بالنسبه للمساك الاهلي محتاج مساك، يمكن كمان ده اللي عامل صداع لكولر في ماتش السوبر الافريقي بعد اصابه متولي وياسر ابراهيم، في شكوك ان هو ممكن يلحق او لا، فاحتمال ان هو يبدا ببرامي ربيعه في الماتش ده جنب محمد عبد المنعم. يعني محتاج مساك، بس خلينا نقول اللي احنا قدام حقيقه ان الاهلي عمل اعاده ترتيب ل اوراقه تحديدا، وهيبتدي الموسم بماتش وبطوله. بنتكلم على ماتش اتحاد العاصمه الجزائري، شايف المباراه دي ازاي وتوقعاتك ليها ايه؟ الحقيقه اتحاد العاصمه فريق يعني قوي جدا على المستوى الفني والمستوى المدني، لعبته لعيبه مستوى هايل بصراحه، اللي عملوا ماتش كويس قدام يانج افريكانز التنزاني في بطوله الكونفدراليه، يعني يمكن كسبوا بضربات الجزاء بس لا كانوا كاسبين، لا اتغلبوا في ماتش العوده، لكن في الذهاب كانوا كسبانين بنتيجه كويسه واريحيه. انا شايف اتحاد العاصمه الفرق شمال افريقيا اصلا بالنسبه لنا بصراحه بيكون في الموضوع بيكون متعب شويه، ان هم بيجرونا كرويا، الموضوع بيبقى نديه كده بالظبط. فان شاء الله اتمنى، بس انا يعني انا عندي ثقه في لعيبه الاهلي وفي كولر، بيعرفوا يتعاملوا مع الماتشات الكبيره، دي من سمات لعيبه الاهلي ومن سمات النادي الاهلي، ان هو بيتعامل مع الماتشات الكبيره والنهائيات خصوصا، لانه كل القاره بتعمل للاهلي الف حساب. صحيح. فنتمنى الاهلي ان شاء الله يكون ان شاء الله. طبعا بنتمنى له التوفيق. طيب بالنسبه بقى للمنتخب كمان عنده ماتش ودي مع تونس، وهيكون طبعا بمشاركه محمد صلاح، برؤيتك ايه المباراه دي؟ الحقيقه انا شايف ماتش ودي لكن يعني في طابع الجديه شويه، لان احنا وتونس تقريبا نفس التصنيف، هم مستوى ثالث واحنا خامس، احنا الاثنين تصنيف اول، يعني هم شاركوا في كاس العالم بس انا شايف ان مصر وتونس يعتبر نفس المستوى على مستوى امكانيات اللعيبه والفنيات. مشاركه محمد صلاح هو لسه راجع امبارح وشارك في التدريب مع المنتخب، ده اضافه كبيره طبعا لمنتخبنا ان وجود محمد صلاح حتى في التشكيله، ده بيدي طابع بيدي قوه للمنتخب بتاعنا. اكيد الماتش ودي، ولكن انا شايف ان فيتوريا مخصص تونس عشان نفس امكانياتنا ونفس المستوى بتاعنا، وده هيدي ثبات كبير للتشكيله والمستوى اللي هنلعب والفنيات اللي ممكن نلعب بيها تصفيات كاس العالم وافريقيا ان شاء الله في كوت ديفوار. يعني بمناسبه الحديث عن محمد صلاح ووجوده في هذه المباراه الوديه تحديدا، يمكن مصطفى فتحي كان الى حد ما متواجد مكان صلاح في المباراه اللي فاتت،
قدر اللي هو يعوض هذا الغياب؟ هو محمد، ان انا احط مقارنه لاي حد لاعب مصري مع ظالم. صلاح دي ظالمه جدا يعني. انما مصطفى فتحي على المستوى المحلي هو قدم مستوى كويس، لاعب ممكن يكون بديل لصلاح بعد كده، ان صلاح انا مش ضامن انه في كل الماتشات يبقى متاح معايا، بس لكن مصطفى فتحي من اللعيبه الموهوبه اللي بتلعب كويس. فكره بديل لصلاح دي يعني هو قادر على هو اللي هو سد الفجوه دي بتاعت صلاح. صلاح عندي رقم واحد في المكان ده، يعني ان حد نفسه مصري بصراحه صعب جدا. حتى احمد زيزو بيلعب في نفس المكان ده، ولكن برضو وجود صلاح دايما ظالم زيزو. يعني احمد سيد زيزو ممكن مع انه من اللعيبه قويه جدا جدا في الدوري المصري، يعني احمد زيزو من افضل اللعيبه في الدوري المصري، ورغم كده وجود واداء صلاح ثابت يعني جدا بقى له موسمين ثلاثه فعلا. احمد زيزو من افضل اللعيبه في الدوري، ورغم كده وجود صلاح مؤثر، فبالتالي ممكن يرمي جوه الملعب شويه لما بيلعب، فبالتالي صلاح ما حدش بيقرب لمكانه. يعني مش هنقول مقارنه عشان فعلا زي ما انت قلت ما تبقاش ظالمه، لكن هنقول ان هو قادر يؤدي دوره ده في الملعب. في ماتشات انا محتاج مهاره مصطفى فتحي، طبيعي ان مصطفى فتحي بيقدر يراوغ واحد لواحد، ده كله بيقدر يقوم بيه صلاح كده كده، بس مصطفى فتحي في ماتشات بتبقى محتاج مساحات ضيقه، محمد صلاح مثلا اجهد في الماتش او لا قدر الله حصل له حاجه، فطبيعي ان انا يكون عندي بديل قوي جدا زي مصطفى فتحي، مهاري بيقدر يصوب على المرمى، بيعرف يقدر يصنع الفارق بعد كده. طيب برضو روي فيتوري عنده تحدي صعب مش سهل، وهو فكره غياب لعيبه الاهلي كمان، هيعوض ده ازاي؟ هو الحقيقه برضو زي ما قلنا الماتش ودي، وبرضو ان هو اللي محتاج يجرب لعيبه جديده، محتاج يثبت تشكيل، محتاج يثبت فنيات، عشان عنده ماتشين مهمين جدا في شهر 11 بتاع تصفيات كاس العالم مع جيبوتي وسيراليون، عنده بطوله افريقيا في كودوفوار في شهر 1 الجاي، فاعتقد هو محتاج يجرب لعيبه جديده. في منتخب زي تونس اقدر اجرب قدامه لعيبه جديده، مدافعين جداد، مهاجمين زي ما حضرتك قلت مصطفى فتحي، ان انا اقدر ادي له فرصه كمان اشوف هيكون البديل قوي لمحمد صلاح في الفتره الجايه ولا لا، ده كله بيدي بدايل مش شرط لعيبه الاهلي يعني. يعني احنا دايما متعودين نتحدث هنا في البرنامج في الرياضه على قطبي الكره المصريه، فكلمنا على الاهلي لازم نتكلم على الزمالك. شايف اسوريو قادر اللي هو يخوض الموسم الجديد دون صفقات واستعداداته ازاي للبطوله الافريقيه؟ الحقيقه الزمالك الفتره اللي فاتت او الفتره الحاليه في تخبط كتير طبعا اللي شفناه بسبب الاداره والمشاكل والانتخابات، فاعتقد مع وجود اداره جديده او انتخابات جديده فممكن نشوف استقرار كبير جدا في الزمالك. واعتقد اسوريو يعني كان مدرب مبشر لما هو جه في نص موسم، وده من ضمن المساوئ ان هو مدرب يجي نص موسم ما بيلحقش يعمل اعداد، ما بيلحقش يحفظ لعيبه تشكيله او فنيات، فاعتقد ان هو مش هنحكم عليه في ان هو نص الموسم، فهو ان شاء الله ممكن نلاقيه عامل موسم كويس ويضيف كتير للزمالك الموسم الجديد. طبعا بتمنى كمان كل التوفيق للزمالك، بشكرك جزيل الشكر. الناقد الرياضي مصطفى صابر نورتنا في صباح الخير. شكرا ليك يا مصطفى.